فلا تأس على القوم الفاسقين.
الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل
إلى الأرض فلا تأتي
فأصبح من الخاسرين فأصبح من الخاسرين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فأصبح من الخاسرين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من فأصبح من الخاسرين فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض في الأرض لأريه
فأصبح من النادمين فأصبح من النادمين من أجل وَمَنْ أَحْيَاهُ